احنا عايزين نناقش الفن لكن بطريقة مختلفة، عايزين نناقش الفن بطريقة اكثر مجتمعية. الحقيقة نجاح كبير جدا حققه مسلسل خلي بالك من زيزي بطولة النجمة أمينة خليل، واللي كان بيعرض بشكل حصري على MBC مصر. المسلسل حقق نجاح كبير برغم انه لعب في حته يمكن بعيد جدا عن التوليفه المضمونه لتحقيق نسب مشاهده. يعني احنا بنحس ان التوليفه المضمونه دايما احداث صقر، ايه بيحصل يعني من صقر في الصعيد، في اكشن شويه في المسلسلات اللي يمكن بتلاقي يعني نسب مشاهده عاليه، لكن الموضوع هنا تم تناوله بشكل مختلف، حتى بعيد عن توليفه حتى ادمان المخدرات وغيره من الامور اللي بتحقق نسب مشاهده. ده كان تحدي كبير جدا لصناع العمل انهم يعملوا مسلسل اجتماعي لطيف يسلطوا الضوء من خلاله على مرض موجود ومنتشر بس مش ملاحظ، ويوعوا من خلاله او من خلال العمل الدرامي الناس بهذا المرض. طبعا النجاح الكبير اللي حققه المسلسل خلى ناس كتير تتكلم عن مرض فرط الحركه او اللي هو معروف بالاي دي اتش دي. النهارده هنتكلم عن المرض واثاره واعراضه، وكمان هنتكلم عن النجاح اللي حققه المسلسل من الناحيه الاجتماعيه، ويمكن المرض تحديدا. يعني يمكن مؤخرا كمان جنى عمرو دياب اعلنت يعني بعد انتهاء شهر رمضان وبعد عرض المسلسل ان هي مصابه بهذا المرض، وده خلى ناس كتير اكتر تتكلم عنه لان البنت تعرضت في يعني مجتمعها وفي مدرستها للفصل والنبذ وحاجات كتير قوي. فاحنا هنتكلم عن الموضوع ده بشكل اكثر استفاضه من خلال ضيوفي اللي مشرفني في الجمعه في مصر، مشرفني في استوديو الجمعه في مصر الدكتور هشام رامي استاذ الطب النفسي بكليه الطب عين شمس. برحب بحضرتك يا دكتور، اهلا بيك منورني. ومنوراني كمان على الهواء مباشره الاستاذه نهاد ابو القمصان المحاميه بالنقد ورئيس المركز المصري لحقوق المراه اللي برحب بيها. برحب بحضرتك يا استاذه نهاد، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الحقيقه استاذه نهاد وانا هتكلم معاها في ده بعد شويه، هي كان ليها رؤيه مختلفه تاني خالص بقى يعني للمسلسل، اتكلمت عن المشاعر وعن الحب وعن العلاقه. الحقيقه انا هتكلم معاها في اكتر من نقطه مجتمعيه متعلقه بالمسلسل، لكن خلوني اروح لدكتور هشام. دكتور هشام، ايه هو مرض فرط الحركه؟ الحقيقه المرض ده اسمه العلمي مرض نقص الانتباه وفرط الحركه، لان العرض الاساسي فيه الحقيقه مش فرط الحركه، هو الضعف في قدرة الطفل أو الطفلة على التركيز أو على الانتباه مع حضرتك لفترة. يعني أنا وحضرتك بنعمل حوار دلوقتي، لو أنا ما عنديش هذه القدرة الربانية اللي مديها لنا في جهازنا العصبي إن أنا انتبه للي حضرتك بتقوليه وأفضل مركز معاكي عشان أستوعب هذا الكلام، فأنا هفقد نص الكلام وهتبقى ردودي خارج نطاق الموضوع. فلب المرض ده اسمه نقص الانتباه وفرط الحركة. مرض بيصيب أطفالنا ذكور وإناث، اللي كمان الناس ما بتاخدش بالها منه انه مش مرض خاص بالاطفال فقط، لسه اسال حضرتك، الطفل اللي ما اتعالجش ما هو هيكبر مش كده ولا لا، وهيبقى شاب وهتبقى شابه وهيبقى بعد كده رجل ناضج او ست ناضجه، ولو ما كانش اتعالج من هو طفل هتفضل اعراض هذه المرض موجوده حتى هذه اللحظه. هل ممكن تجيله على كبر؟ يعني حد ما يبقاش عنده اصلا ويجيله؟ لا ده غير حقيقي. وهو المرض بيبدا في الطفوله، ولكن قد تكون حده المرض حده بسيطه فقادر اتعامل مع الحياه. لما يبتدي تحديات الحياه تزيد عليا، فمثلا لما دخلت الجامعه بقت الدراسه اصعب، بقت العلاقات متشعبه اكتر، يظهر عليا المرض اكتر، ولكن المرض موجود منذ الطفوله. عشان كده النصيحه الطبيه المخلصه، كل ما كان المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين عندهم وعي ومعرفه بهذا المرض وكيفيه ما يطلق عليه المعرفه المبكره ليه، كل ما وقينا اطفالنا من هذا المرض وطلعنا جيل اكثر صحه واكثر قدره عقليه على الحياه. طيب هل كل طفل عنده نقص في الانتباه، وده وارد احنا نفسنا ساعات يعني بنسرح كده شويه، وهل عنده فرط حركه يبقى ده عنده المرض؟ خالص خالص. معظم اطفالنا الحمد لله ومعظم اطفال العالم ما عندهمش هذا المرض، ولكن معظمهم اشقياء وبيتحركوا كتير وما بينفذوش التعليمات، ده العادي خالص، ومش مركزين ومش لازم افضل تانية. مركز مع حضرتك 24 ساعه وبتشتت وبتفرج على افلام كرتون واعمل اللي انا عاوزه. امتى يبقى عندي المرض ده بقى؟ احنا الحقيقه عملنا دراسه رساله دكتوراه عن هذا المرض، كان ليا الشرف ان انا اشرفت عليها في كليه الطب جامعه عين شمس، على مدارس اعدادي وابتدائي، لقينا ان 5% من الطلبه عندهم هذا المرض بدرجات متفاوته. المرض ده بيخليني لا استطيع ان انا اقعد في الفصل خالص. يعني حضرتك انا لو طفل شقي لو المدرس زعق لي سنه او لقيت فيه قواعد معينه هقعد، هقعد على الاقل لمده 10 دقائق، لكن ان انا ما اقدرش اقعد على الكرسي خالص ده مرض. ان انا قاعد المدرس بيشرح او المدرسه بتقول حاجه وانا ما لقطتش ولا كلمه ده مرض.
فهنا الفرق بين المرض وبين الطفولة العادية. احنا كان عندنا جهل فظيع يا دكتور هشام للأسف، لان احنا في الحالة دي هيتقال ده طفل غبي مش فاهم حاجة، وهيتقال ده طفل قليل الأدب ومش عايز يقعد في مكانه ويسمع كلام المدرس. لكلام حضرتك كثيرا منهم كانوا بيتهموا زورا انهم مصابين بقصور عقلي، مع انهم ما عندهمش قصور عقلي ودرجة ذكائهم يمكن فوق المتوسط واعلى كمان. وبعضهم كان بيتقال عليهم ايه ده شقاوة واهمال وطفل ايه مش متربي، سوري يعني في الالفاظ. ولكن الحقيقة ان معظمهم بيطلعوا بهذا المرض اللي ليه علاج وعلاج فعال، والحقيقة بيعدوا هذه الفترة بنجاح يعني. طيب الحقيقة قبل ما اروح للأستاذة نهاد عشان عايزة اتكلم معاها عن جزئية وهرجع لحضرتك نتكلم في اكتر من شق طبي، بس هل تفاجأت لما تم تناول هذا المرض في مسلسل اجتماعي وبيتعرض في شهر رمضان؟ طبعا هقول لحضرتك بقى ان انا حقيقي اتبسطت، ويمكن اقول لفظ اخر من كده، اصبت بحالة من النشوة. مرض معروف من سنة 1900 ولغاية دلوقتي في مصر محدش كان واخد باله منه، ولا حد بيعمل له تعاطي ولا اي تعامل معاه. فلما يعرض في مسلسل رمضاني واتعمل بطريقه الحقيقه علميه جميله جدا ومبسطه توصل لاي حد، طبعا ده اصابنا كلنا كعاملين في مجال الطب النفسي بحاله من النشوه والانبساط، لان اخيرا هيبقى في وعي بهذا المرض. الحاجه الثانيه اللي اصابتنا بالسعاده الحقيقه ان كان في حاجه اسمها الوصمه، وكان عار ان انا يبقى عندي مرض زي ده، كان حاجه عيب. لما لقينا بقى يعني دي حاجه بتحكيها دلوقتي ان جانا عمرو دياب طلعت وقالت ان انا كان عندي عادي، وكل الناس تبتدي تقول ان انا عندي عادي، ده كمان هيشيل الوصمه. لان ساعات الاهل ببقى عارف ان ابني عنده مشكله لكني مكسوف اقول ومكسوف اروح للعلاج. الحقيقه انا هرجع لحضرتك في اكتر من نقطه، وخلينا